السلام عليكم، هلا والله سهلة بالجميع، يسعد لي مساكم، مساء خير وتوفيق من رب العالمين. شخبارك؟ من إن شاء الله طيبين ومستصحين، الله يديم علي وعليكم الصحة والعافية يا رب. اللهم صل على محمد. يا هلا والله سهلة، كل الإضافات الجديدة منورين، الله يسعدكم. قصتي اليوم تركي عتيبي مع وادي يلجن، أتمنى إن شاء الله الله أن تعجبكم وتستفيدون منه. ويلا نبدأ قصتنا، وقبل كل شيء نقول بسم الله الرحمن الرحيم وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تركي يقول بيوم من الأيام، وكنا بوقت الخريف عام 2017 ميلادي، قرر جدي وأبوي أنهم يرحلون الإبل من الدهنة إلى الصمان بسبب شح المرعى وقلة الماء. المهم بعد فترة حصلوا لهم مكان زين يبعد عن مكاننا القديم قرابة 150 كيلومتر. وبعد الرحيل والشيل والحط، أبوي وخوي وجدي والراعي وصلوا للمكان قبلي، وأنا وراهم معي الوايت. يقول تركي يرسل لي أخوي لوكيشن أول موقع، وأنا كنت وقتها أمشي بأسفلت وأشوف المكان يبعد ساعة وعليه، والحين وقتنا العصر يعني بوصلهم المغرب تقريبا. قلت ليش ما أختصر الطريق وأوصل قبل الليل؟ يقول نظرت جوجل أو جوجل ماب، لاحظت أني إذا طلعت قطوع راح أوصل طلب 20 إلى 25 دقيقة. يقول وتوكل على الله وألف على الصحراء، ويا ليتني استخرت وقتها ولا لفيت. ومن هنا تبدأ قصتي المخيفة. يقول مشيت طرق رملية ومرات ردمية ومرات طريق ما فيه أثر للسيارات، كان الطريق وعر ومخيف، مرات أضرب لي صخر ومرات رمل، بس أكثر شيء حجر وصخر. اللي لعبت بالوايت لعب، وبعد ما دخلت داخل البر إلا حسيت إن الوايت صوته تغير والدركسون ثقل. حسيت إنه في شيء، وأنا وقتها داخل البر قرابة 15 كيلو. شي شوي إلا الوايت ما يتحرك ولا يمشي واقف بمكانه، وأنزل أشوف إلا والله شافت القشرة. يقول وش أشوف وش أخلي؟ واحدة من الكفرات مبنشرة، لا مهب أي بنشر، إلا متقطع من الصخور والحجر الحاد اللي يمشي عليه من اليوم. والله هذه البلشة صد. والكفار وقته أكبر مني، يعني ما يمدين أني أفكه الحالي وركب جديد، لكن قلت يلا بحاول. وأطلع فوق الوايت وناظر إلا ما حولي أحد، وسبير كان موجود فوق الوايت وأشوفه إلا منسم وما يمدي أمشي عليه. قلت بتصل على حد يساعدن، وأطلع جوالي وأناظر. يقول نظرت جوالي إلا الحمد لله فيها أبراج. يقول واتصل على أخوي ما يرد، وارجع أتصل عليه ما يرد، واتصل على أبوي إلا جواله مقفل خارج الخدمة، ويبدأ قلبي ينغزن. وارجع اتصل على اخوي نفس الشي ما يرد. المهم قررت اني انتظر شوي، عقبين فكرت قلت ولا ما اتصل على جدي، رغم اني متأكد انه ما راح يرد اصلا، 99% ما راح يرد، ما يعرف للجوال نهائي ولا يعترف فيه ودايما راميه. قلت ابدق واشوف حظي ونصيبي، وادق عليه إلا الحمد لله رد.
يقول طرت من الفرحة إنه جدي رد. ألو جدي تسمعني؟ ها تركي وش بك؟ يقول الحمد لله العود سمعن والصوت كان يقطع بسبب المكان ما فيها أبراج. يقول المهم علمته بالسالفة. يقول عصب علي وزعل وقعد يهزأن وغسلن غسل. عاد تعرفون الشيبان إذا عصبوا. قال طيب وينك فيها الحين؟ بجيك أنا ويا أخوك محمد. ولا أبوك أصلا طلع للديرة؟ قلت ما أدري. قال كيف ما تدري؟ قلت لفيت ودخلت حوالي 20 كيلو داخل البر. قال طيب والحال وكيف نلقاك؟ كيف نجيك؟ قلت بحاول أرسل لوكيشن لأخوي وإن شاء الله فيها أبراج نت وتمسك. قال لوكيشن؟ وش تقول أنت؟ يلا تعال الحين فهم الشايب وش لوكيشن. قلت ما عليك بأرسل الموقع لأخوي وأول ما يجيكم الموقع تعالوا لي بسرعة قبل يجي الليل لأني خايف. قال تستاهل، أول شي ما تعرف تسوق، ثاني شي جاي من طريق ما تدله. قلت المهم لا تأخرون علي وقفلت الخط وأشوف أبراج النت بالجوال، إلا الحمد لله مرات تمسك ومرات تروح. يقول الوكاد دخلت على أخوي بالوات وأرسلت له هالموقع بدقة 600 100 أي شيء، المهم لو يجون حولي، بس أهم شيء يرسل الموقع. يقول ويجي صحين. قلت الحمد لله أهم شيء وصلته. يقول وانزل من الوايت. الوقت كان تقريبا 4:30 العصر. أناظر للمكان إلا المكان موحش وجت قشعريرة، هدوء ما في أي نبات ولا في أي شجرة، ومنطقة صخرية وادي أرض جرداء. كنت جلست أنتظرهم ساعة ساعة ونص ساعتين، إلا بدأ قلبي ينغزن والشمس على وشك إنها تغرب والليل جاي والمكان يخرع بكلمة تحمله الكلمة. شوي وأسمع سيارة جاية من بعيد وألتفت، إلا الحمد لله هذا شخص أخوي محمد ومعه جدي جايين. بغيت أطير من الفرحة ويقفون عندي وينزلون. أول شي سواه جدي جلس يناظر المكان بهدوء وساكت ويلتفت يمين يسار دقيقة كاملة وهو ناظر. قلت له جدي جدي. قال ها. قلت وين سرحت؟ قال يا تركي ما لقيت تبنشر تتعطل إلا هنا. قلت والله وش أسوي، أمر الله وصار. قال يلا استعجلوا وبدلوا الكفر خلونا نخلص قبل يجي الليل. يقول رقيت فوق أنا ويا أخوي محمد إلا هذا سبير الكفر الاحتياطي يعني ومنسم طبعا علشان نوب الشمس ومبطي وتضربها الشمس نسم لدرجة ما يمدي تمشي عليه أو حتى ما يقدر يركبه أصلا. يقول ونعلم جدي ويرقى جدي فوق كان نشيط الشايب ويناظرنا. قال ما يصلح لازم ننزل نوديه للمحطة يرقعونه ونعبيه قصدي عبي من الهواء ونجي. أنا وقتها خفت قلت وتخلونن؟ قال إيه. وتلفت يناظر المكان مرة ثانية قال اسمعي ولادي حنا بنروح أنا ويا أخوك وما راح نطول إن شاء الله، أهم شيء إنك خلك داخل الوايت قفل على نفسك ولا تنزل وأقرأ أذكارك وآية الكرسي والمعوذات ولا تنزل لو وش ما يصير لو أجيك أنا بنفسي لا تفتح. قلت له ليه؟ قال بس علمتك يلا ودعناك الله. كل مشى هو يا أخوي محمد ركبوا الشاص وراحوا حطوا الكفر بالصندوق وراحوا. تركي يقول بعد ما راحوا جلست أناظرهم من بعيد
وأنا خايف ومرعوب وجالس أقول أنا ليش لفيت؟ لو أني ماشي بأسفلت كان الحين توني واصل. بس عاد الشكوى الله شي يسوي الندم. يقول نزلت راسي على الجوال وجلست أناظر فيه، ما فيه أبراج ولا نت ولا اتصال ولا أي شيء. يقول وآخذ شوي إلا الصوت اللي نقزه من مكاني. الصوت طلع صوت البوري حق الشاص، هذا أخوي محمد جاي وجدي. جدي نزل يقول أنا أسأل بيني وبين نفسي وش جابهم توهم ماشيين. قل المهم نزل جدي عندي وأشر لأخوي أنه يروح ومشى أخوي. يقول قلت أنا لجدي وش جابك؟ قال ما ارتحت أخليك بهالمكان لحالك. وجدي جلس يقرأ ويتمتم كلمات خفيفة وكأنه يصالف مع نفسه، في شيء غامض ما أدري وش. يقول المهم أنا ارتحت واستأنست يوم شفت جدي جلس عندي. نزلت الفرشة وكان معي ترمز شاهي وقهوة، ونزلت الفناجيل ونجلس نتقهوى أنا وجدي على وقت الغروب. والدنيا بدأت تظلم، قام جدي وقال يلا صلينا المغرب، أنت على وضوء؟ قلتيه، وهو يكبر ونبدأ نصلي. قعد يقرأ ويرتل بصوته بصوت عالي شوي، وأنا خاشع ومركز بصلاتي مع جدي، لين شفت شي خلاني أنسى أنا بأي ركعة. أول شي وحنا نصلي سمعت صوت أطفال يلعبون، وناس وحريم وزحمة أصوات كأننا بملاهي أو كأننا بسوق. واستغربت، قلت قبل شوي كانت الدنيا فاضية، معقولة في ناس كشتين حولنا ولا انتبهت؟ غريبة. وناظر قدامي إلا في ولد صغير أسمراني قاعد يلعب ويركض ويضحك لحاله على مدى الأفق، وجدي كل ماله يزيد صوته بالقرآن وهو يرتل. والشي هذا مستمر معنا لين خلصنا الصلاة. يوم سلمنا راحت الأصوات والولد اختفى والدنيا اختفت، يعني أقصد العالم اللي كانت فيه أصوات اختفت، ما كأنه موجودة. يقول رجعت للفرشة وكان في لمبة على جنب الوايد شغلته عشان تضوي المكان، وجيت بجلس عند جدي ونكمل ونتقهوى وننتظر أخوي. إلا هذه حية طلعت من تحت الفرشة وأقوم أبي أذبحه. قال لي جدي أجلس أجلس، لا تقوم لا تجيه لا تلمسه. يقول ويجلسا. قلت إذا ما ذبحته بتقرص واحد منا. قال خله أقول واجلس. يقول يصرخ علي بصوت حاد. صراحة كنت خايف من الحية اللي طلعت لنا ونسيت موضوع الولد والعائلة اللي يتمشون قدامنا قبل شوي. كل المهم صبيت الشاهي لجدي وما مدان أمد الكاسة. يقول اللي تجي عجة وهوى قوي ومعاصير لعبت فينا لعب وطيرت فرشتنا وانكبت الكاسات والفناجيل والترامز، انكب كل شيء وانحسنا. تو الجو كان صافي ولا فيه شيء، وش اللي صار لنا؟ يقول وقوم رتب المكان واشيل الفناجيل، بعضها متكسر وبعضها سلم ونص الفرشة تراب وحصى. يقول وانا قاعد اشتغل سمعت جدي يقول بصوت عالي عويض الله من شركم، ترانا متعاطلين ونبي نخلص شغلنا ونمشي، لا حنا مذينكم ولا تأذوننا عويض الله من شركم. يقول وجلس يردد هالكلام. أنا وقتها ما أدري انفحي، ما أدري متقروش من الوايت وتعبان، ولا انتبهت أصلا للأشياء اللي قاعدة تصير لنا ولا لقيت للكلام بال. المهم طفت اللمبة اللي حنا مشغلين أو الكبس وترجع تشتغل، إلا بنهاية الضوء في عجوز بعبايته تناظر فينا.
كل العجوز تصارخ وتنادي، قالت ساعدون أنا نخاكم، أهلي مشوا خلون ولا في أحد عندي، تعالوا ساعدون. يقول وقوم قلت أخو منيرة والله ما خليك، وطير يمه إلا جدي يلف عصاه ويصقع مع رجلي. قال أقول اجلس، أقول لك أقول اجلس. يقول وأنا ناظر قلت الحرم يبى تنخانة والحالة، قال الحالة صح، قلت ايه، واستوعب الحين توه شبك السلك براسي وبديت استوعب كل شي يصير حولنا من بنشرت لين طلعت لنا هالحرمة. يقول وناظر به وقعدت تضحك ورجعت ورا واختفت بالظلام. قلت بسم الله الرحمن الرحيم. يقول وانا اجلس على الارض وركب ويوقت ما قامت تشيلا. قلت هذولا جن؟ قال جدي ايه يا ولدي، والظاهر انهم قبيلة كاملة ومن اخطر انواع الجن ساكنين ان هالوادي اللي بنشرت فيه، اهم شي اقرأ اذكارك ولا راح يجيك شي ان شاء الله. يقول فجأة الوايد بدأ يدق بوري والباب الثاني ينفتح وينصك ينفتح وينصك. يقول قمت بشوف وش السالفة إلا جدي يمسكن، قال أقول لك اجلس بمكانك. قال جدي بشوف وش السالفة، قال أقول اجلس بس، هذولا هم يبون يخوفونا لكن نسفهم. يقول بعده جت تعج قوية وهوى نفس اللي قبل شوي. يقول ونقوم من مكاننا. قال جدي تركي ساعده نطلع فوق الوايت. قلت ابشر. يقول يوم طلعنا فوق جلس جدي يردد نفس الكلام اللي قاله من البدايه ويتعوذ منهم ويقول اننا ما جينا ناذيكم، جينا نخلص شغلنا ونمشي. بعده يقول سمعنا صوت ضحكات من كل مكان بالوادي، فوق وتحت يمين يسار، رجال حريم اطفال كبار. يقول والصوت كل ماله يزيد ويزيد أكثر. حط جدي يدينه على أذانه وقعد يأذن بصوت عالي، الله أكبر الله أكبر، ويأذن. بعده هدت الأصوات إلين شوي شوي اختفت. ويوم خلص جدي من الأذان تذكرت قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تغولت الغيلة بادروا بالأذان كما قال في الحديث. الحمد لله بعد ما ذكر الله أما الوادي هدوء وهدأت الأوضاع ونلتفت وراء إلا هذاك نور الشاص وخوي جاي ومعه هالكفر. وصلنا وجلسنا ونشتغل بسرعة ونفك ونركب أنا وأخوي. يقول أشتغل أنا ويا أخوي وجدي ناظر ورانا، وألتفت أناظر مع جدي إلا نيران وضيان وأشياء تولع وتطفى وعيون منورة بكل مكان، وأرجع أكمل الشغل بسرعة. يقول وأنا خايف يوم خلصنا جينا نمشي قلت لجدي تكفى تكفى يا جدي قوم معي رح معي، ما أقدر أسوق الحالي بهالمكان. قال يلا مشينا. مشى أخوي قدامنا وحنا وراه على الوايت لين ما وصلنا لزفلت ورجعنا من نفس الطريق الأول. الغريب بالموضوع إن هذه العيون والنيران جلست تلاحقنا لحد ما قربنا المكان الإبل الجديد، لكن الحمد لله عقبها اختفت. بعده نزلت الوايت عند الإبل ورجعت مع أخوي وجدي للديرة وحمدت الله وشكرته إنه سلمنا منهم. وللأمانة ما أذكر بعد السالفة هذه ذي إني جلست بالبر وعند الإبر لين الليل حدي لين صلاة المغرب وأرجع. تركي صار مستحيل يقعد عند الإبل أو بصحراء أو أي مكان بر قبل المغرب، على طول قبل المغرب يرجع للديرة. وبكذا تنتهي قصتي، أتمنى إن شاء الله إنها تعجبكم. واستودعتكم الله، تمسون على خير.